هحكي لحضراتكم قصة سريعة في ثواني قبل بس ما نعرض أي حاجة يا شباب لو سمحتوا. في مجموعة أطفال في أعمار مختلفة، أطفال دي بتنزل كل يوم بتروح مدرستها. لما بينزلوا من عماراتهم، كذا عمارة هم جنب بعض، بينزلوا من العمارات بيلاقوا كده مجموعة من الكلاب، كلاب الشوارع موجودة قاعدة. بينزلوا الصبح قبل ما يروحوا المدرسة بيحطوا أكل، بيفطروا الكلاب دي، بيطبطبوا عليهم، والكلاب دي بتقعد تمشي معاهم شوية كده لغاية ما يوصلوا للمدرسة، لأن مدرستهم جنب البيت على طول قريبة، بيوصلوهم المدرسة الحقيقة. والولاد بيدخلوا المدرسة، يخلصوا اليوم الدراسي، يطلعوا وهم في السكة بيلاقوا نفس مجموعة الكلاب، يقعدوا يلعبوا معاها ويطلعوا بيوتهم. نفس الأطفال دول اللي أنا بوديهم المدرسة يتعلموا تربية قبل ما يتعلموا تعليم، ويتعلموا قيم، ويتعلموا حب وجمال وتسامح ورحمة وأدمية وإنسانية وضمير، نزلوا الصبح في يوم لقوا نفس الكلاب، لعبوا معاهم وفطروهم وأكلوهم نفس اللي بيعملوه كل يوم، وراحوا مدرستهم. لما رجعوا من المدرسة لقوا الكلاب دي مسمومة، ميتة على الأرض ومسمومة. ليه؟ لأن الطب البيطري التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية نزل الساعة 12 الظهر رمى أكل في سم للكلاب، وتأكدوا إن الكلاب اتسمت، وأخدوا بعضهم ومشيوا عشان يروحوا يكملوا سلسلة السم والقتل في مناطق أخرى. أنا الحقيقة معرفش دي المرة الكام على مدار السنوات اللي فاتت دي كلها أطلع أتكلم في هذا الموضوع، وكتير انتقدت، وكتير اتقال لي قللي شوية كلام عن الحيوانات عشان الناس ما تزهقش منك وما تتريقش عليكي، وكتير اتقال لي حاجات بقى. أنا مرة في سيدة فاضلة في الشارع يعني عرفتني وقالت لي مش حضرتك مذيعة الحيوانات؟ قلت لها ابتسمت كده وقلت لها أنا مذيعة الحيوانات، ما عنديش مشكلة في كل ده، وبقول انه لاخر لحظه انا هطلع على شاشه في يوم من الايام لغايه ما ربنا يكتب لي ان انا اكون موجوده على الشاشه هفضل اتكلم في ده. كفايانا قتل كلاب وحيوانات الشوارع، كفايه الهيئه العامه للخدمات البيطريه استيراد سم الاستراكنين المحرم دوليا، كفايانا وضع سم في طعام واعطائه لكلاب الشوارع عشان يموتوا. لو كان يا سادة ده حل للشكاوى اللي حضراتكم بتقولوا إنها بتجيلكوا بشكل كبير جدا من الأهالي الحقونا في كلاب في الشوارع، لو كان ده الحل كنا خلصنا من الكلاب في الشوارع دي من 3 4 5 سنين فاتوا، لكن ده مش حل، والكلاب أعدادها بتزيد لأنه ده مش الحل العلمي. يا سادة حرام. هاخد اتصال هاتفي من مواطنة وإنسانة وإحدى يعني المجتهدين في هذا المجال، مجال الدفاع والرحمة، عن فكرة الرحمة والحديث عن الرحمة بمخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان والحيوان والنبات، اللي الحقيقة صادف إنها كانت موجودة وعرفت بهذه الجريمة البشعة، إنه نزلوا كالعادة يعني عملوا حملة تسميم. قبل الاتصال هشوف مع بعض فيديو اللي صورته هذه الفتاة، والحقيقة هتشوفوا بعينيكوا حضراتكم، لانه دايما الطب البيطري اما تكلمهم تقول لهم ليه بتنزلوا تحطوا سم يقول لك احنا بتجيلنا شكاوى من المواطنين، المواطنين هم اللي بيشتكوا، المواطنين هم اللي بيقولوا لنا منطقتنا مليانه كلاب ارجوكوا خلصونا منها، اقتلوهم بقى ولا سموهم ولا بالخرطوش ولا ولعوا فيهم كده وهم احياء مش مهم بس نخلص. تعالوا بقى نشوف مع بعض الاطفال اللي في منطقه دي، ده شارع 17 في الحي الاول ورا مدرسه المانر هاوس في التجمع الخامس. تعالوا نشوف مع بعض بقى الأطفال والسيدات الأمهات والأهالي بيقولوا إيه لما اتفاجئوا إن الطب البيطري نزل رمى سم وموت الكلاب اللي موجودة في الشارع، موت مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى خلقها وادها روح، وزينا بتتنفس على فكرة وبتسبح بحمد ربنا زينا على فكرة. تعالوا نشوف مع بعض هذا الفيديو. بتقولي ايه يا حبيبي؟ انت اللي بتاكل الكلاب دي؟ اه مالهم بقى الكلاب دي؟ عملت لك حاجه؟ عمرها اذيتك في حاجه؟ لا خالص، دي عكس اللي هتطبطب عليهم ان هم هيصور بس السم. تمام اوكي، يعني دي كلاب انت كنت بتاكلها انت وانت واصحابك كلهم؟ يعني ما بيعضكش ولا مسحورين ولا اي حاجه؟ انتوا احساسكم ايه وانتوا شايفين الكلاب دي؟ ماشي اتفرجوا، اطفال اطفال هي اللي بتدافع عن الحيوانات، أطفال بتعيط عشان المنظر، هي دي الهيئة العامة للطب البيطري، هي دي هي دي. ودول لسه كلاب أصلا، ما عاشوش لسه صغيرين. اه يا
مينا امسكي، عايزين اهديك كمان، شكلها مسموم ولا ايه؟ طب فين السم؟ فين السم؟ فين؟ طبعا بتوصلهم ما تعيطش يا حبيبي. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مصطفى. يا مصطفى خد يا حبيبي، ما تعيطش يا حبيبي، قول حسبي الله ونعم الوكيل، ما تزعلش، خد بالك من الباقي. ها فين السم؟ بس ما حدش يقرب عشان النفس، لان ده سم معدي لينا، ما تلمسيهوش. طيب احنا خلونا ناخد هاتفيا انجي طارق نائب رئيس الجمعيه المصريه للرفق بالحيوان واللي صورت هذا الفيديو. انجي اهلا بيكي. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذه منى، عامله ايه؟ يا اهلا بيكي. قولي لي الفيديو ده انت ازاي عرفتي بانه في حمله تسمم حصلت من الطب البيطري؟ قولي لنا برضو، لانه انا عارفه ان في احاديث كمان اكتر، يعني احنا اختصرنا الفيديو عشان مدته طويله. قولي لي كده الاهالي اللي في المنطقه اللي هي الحجه اللي دايما الطب البيطري بيقولها، اصل احنا بتجيلنا شكاوى فبنضطر ننزل نتعامل. قولي لي كده الاهالي والاطفال دول، انا شفت الطفل اللي كان بيعيط وبيقول لك ليه قتلوهم، احنا الكلاب دي كانت بتوصلنا للمدرسه وبترجع وبنقعد نلعب معاها، ما حدش اشتكى، ليه نزلوا قتلوهم؟ يعني كلميني اكتر كده عن الصوره واللي حصل ده انجي لو سمحتي، عند في التجمع الخامس عند مدرسه المانر هاوس. اتفضلي. انا بس الاول حابه اهنيكي، بالعكس انت مذيعه فعلا فعلا، احنا كمصريين بنتشرف بيكي، وان الناس تقول انت المذيعه بتاعت الكلاب دي حاجه تشرفنا كلنا وتشرف قناه دريم. الله يخليكي. ان شاء الله يعني يساعدك في اللي انت بتعمليه اكتر. الله يخليكي. بالنسبه لموضوع الكلاب، انا بس عايزه اوضح ان الكلاب دي مفاجاه للناس كلها، الناس معقمهم. يعني ايه معقمه؟ يعني كلاب ما ينفعش تخلف، سواء رجال يعني ميلز او فيميل. يعني معمول لهم، يعني معمول لهم عمليات اخصاء. اخصاء كاستريشن. مظبوط، كاستريشن. تمام. كمان تاني حاجه مطعمين ضد السعار، يعني اذا الكلاب دي مش مسعوره. تمام. ومتعقمين ومعمل لهم عمليات تعقيم عند احسن الدكاتره في مصر، وتم بالفعل لفتره طويله ان هم تحت العنايه والناس بتاخدهم جوه بيوتهم. يعني المنطقه دي كلها انا صدمت صدمه مش طبيعيه لما لقيت الناس بتبص لي من البلكونات تعيط، والاطفال تنزل تديني كاس زباله عشان اخد الكلاب وادفنهم والكلام ده كله. فيعني انا عايزه اعرف دلوقتي حاجه، هو الهيئه العامه للطب البيطري او الحي لما نزل، انت نزلت بناء على انهي شكوى؟ شكوى ايه اذا اطفال وشباب وشيوخ بالبوابين بتاعتهم كانوا بيبكوا قدام عيني على منظر الكلاب؟ مع العلم ان الكلاب دي كلها ليها اسامي زي كندر، شوكولاته، يعني هم بيقولوا لي ده كندر اللي مات يا استاذه. يعني الاطفال في المنطقه كلها متصاحبين على الكلاب دي، والكلاب دي متطعمه ضد السعار، والكلاب دي امهاتهم بتقول لي خروجه عيالي ان هم ينزلوا يلعبوا كوره مع الكلاب دي، مع العلم ان في كلب منهم عنده 7 سنين جايبينه من هو طفل. يعني وعايزه اقول لك على حاجه، الحي نزل الساعة 6 الصبح يحط السم، وكرر الموضوع ده تاني الساعة 12 للتأكيد ان الكلاب دي بالفعل هتتسم. احصل لا سمح الله في كلب ما يتسمش ولا حاجة، تبقى مشكلة لا سمح الله. يعني انا عايزة افهم حاجة دلوقتي، طيب احنا بنقول الحي بينزل بناء على شكاوي من المواطنين، بغض النظر ان الشكاوي اللي من المواطنين دي مش كلها ليها دعوة ان الكلب مسعور ولا اي حاجة. لا حضرتك، قال ايه دوشة الكلب بتبقى عاملة ازعاج للأستاذ في البيت اما نموتهم؟ يعني فقدنا كل حاجة من الأدمية والرحمة. طيب انت نزلت بناء على انهي شكوى؟ ده الناس كلها عايزة تعمل محاضر، والسم احنا حرقناه، انا جالي تشبه تسمم من كتر ما انا تعبت من ريحة السم، والاطفال كانت بتشيلوني وخد اغسل ايدك يا مصطفى، اغسل ايدك يا احمد، كده ما ينفعش هتموتوا. طب لو الاطفال دي كانت ماتت، حد يقول لي كان مين هيجيب حقه؟ لما السم التريكنين ده اللي محرم دوليا، وياما قلنا يا جماعه السم التريكنين محرم دوليا لانه مضر بالبيئه ومضر بصحه الانسان ومضر بالحيوان ومضر بكل شيء، وعندنا ممكن نعمل سيرش عن سم الاستركنين وتعرفوا كل حاجه ليها دعوه بسم الاستركنين. هي الحقيقه الفكره يا انجي ان احنا كان بقالنا سنين، انت عارفه يعني مع بعض احنا بقالنا سنين طويله في القصه دي،
كان بقالنا سنين كان في نفي تام قاطع من المسؤولين في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، يقول لك احنا ما بنستوردش سم محرم ولا حاجه، احنا ما بنعملش كده. لا احنا مؤخرا بقى عندي حاجتين بقينا ملاحظينهم جدا. رقم واحد، بقى في اعترافات رسمي وعلى الهوا وفي برامج موجوده على يوتيوب من مسؤولين في وزاره الزراعه بيقولوا ايوه احنا بنستخدم سم الاستراكنين لسم كلاب الشوارع. رقم اتنين الحقيقه، وده اللي مش فاهمينه، الهجمه الشرسه اللي حاصله يوميا دلوقتي في منطقه يعني واثنين وثلاثه، كميه سم بترمي في الشوارع غير طبيعيه. ايوه، ما هم جاي لهم دلوقتي شحنه كبيره فلازم يرموها على قد ما يقدروا بقى. ما انت لو تشوفي كميه الفراخ، رؤوس الفراخ اللي كانت مرميه، عبينا صندوق كرتونه ميه رؤوس فراخ، كنت هنا الاقي صندوق عند باب عماره، يا نهار ابيض، باب عماره حاطين فيه سم. طب لو طفل بقى من ولاد البوابين ولا اي حاجه مسكه ولا اي حاجه، دي تبقى مصيبه بمعنى الكلمة. احنا المفروض يعني نحافظ على المواطنين دول. ايه البلاغات بالبني ادمين. طيب انجي، انا عارفة الرسالة دي قلناها وانا قلتها كتير قبل كده مع زملاء ليكي وناس كتيرة في المجال ده ومع ناس فاهمة في الموضوع، بس بنكررها تاني. دلوقتي المواطنين اللي بيشتكوا، سيبك من المواطنين اللي عندهم وعي دول وعارفين ان الكلاب دي زي الفل ومش مسعوره ولا حاجه، واولادهم بينزلوا يحطوا لهم اكل ويلعبوا معاهم، دي اهالي على قدر كبير من الوعي، ربنا يا رب يبارك لهم في نفسهم وفي ولادهم. انا بتكلم على الاهالي اللي برضو حقهم ما نقدرش نلومهم، اللي بيبقوا قلقانين. مش كل الناس بتحب الكلاب، ومش كل الناس تحب تمشي وتلاقي كلب جاي جنبها، وفي ناس بتخاف وده حقهم. عايزاكي توجهي رساله برضو للناس دي، او توجهي رساله او تقولي طب نتعامل ازاي في الموضوع ده. عندي مناطق فيها كلاب كتير، هل الحل ان انا انزل احط لهم سم موتهم، ولا في حل علمي بقالنا 100 سنه الحقيقه بنقوله؟ طيب، هو مبدئيا ان احنا نحط سم ده مش حل اصلا، وده حاجه مرفوضه تماما. لكن الطبيعي اللي كل الدول المتقدمه اتبعته، والمفروض طالما شفنا مثال حي على الدول المتقدمه دي ان هي استخدمته، ان في حاجه اسمها تعقيم. ايه هو التعقيم اللي احنا لسه بنقول عليه في اول الكلام؟ كاستريشن. هل انتوا بقالكم كام سنه يا هيئه عامه للطب البيطري، اللي انتوا المفروض اصلا اسمكم هيئه عامه للطب البيطري، انتوا اللي بتنزلوا تسموا، بقالكم كام سنه بتحطوا السم؟ استفدتوا حاجه؟ هل الكلاب خلصت؟ هل الكلاب خلاص بقت كويسة، وكلاب اللي مش مسعورة خلاص ماتت كلها؟ مفيش كلام. طب احنا كام مرة حاولنا نتكلم مع الهيئة العامة للطب البيطري ومع كذا جهة مختلفة، يا جماعة مش مطلوب من الدولة ان هي تدفع حاجة، كل اللي احنا عايزينه التعاون معانا، ان احنا نعمل تعقيم، ان احنا كذا كذا. لكن الفكرة ان هم عايزين يسموا زي ما يكون مسيطرة عليهم، او في يعني عداوة. أنا فعلا نفسي أفهم. أنا لما نزلت مرة لمشادة بيني وبين أحد الناس اللي نزلت عند مع الطب البيطري والكلام ده كله، بقول لها أنت إزاي بتروحي بيتك لعيالك وأنت عارفة إن أنت بتسمي وبتموتي أرواح؟ ردت عليا رد عجيب، قالت لي أنت بتخافي على الحيوانات وأنا بخاف على البني آدمين. ده إيه ده؟ هو مفيش تعارض على فكرة بالمره. ما ده اللي انا كمان طول الوقت بقوله يا انجي، عشان دلوقتي برضو لو حد قاعد بيسمعنا يقول لك والنبي يعني المذيعه والاستاذه اللي بيتكلموا على التليفون دول بقالهم 5 دقائق بيتكلموا على كلاب شوارع، ما يتكلموا في حاجه تهم البني ادمين. هو مفيش تعارض، في رساله ليهم، مفيش تعارض على فكره. على فكره عمل الخير والانسانيه بالمره مع البني ادمين ومع الحيوانات ومع النبات ومع البيئه ما فيهاش اي تعارض، بالعكس. لا مظبوط، بس انا بس عايزه اوصل للناس، ودايما بنقولها في اي لقاء بنبقى فيه، في التحدث مع الناس في الشارع، في التوعيه، يا جماعه احنا شعب المصري ده شعب جميل، شعب شاف كتير، شعب عانى كتير. يا جماعه احنا المفروض يعني اقول لكم ايه، عندنا رحمه. الرحمه دي ما ينفعش اجزئها، ما ينفعش نتريق ونقول بص المذيعه اللي بتتكلم على كلاب وشايفه الناس اللي بتموت وبتعمل وبتسوي. انا بيتقال لي ده على صفحه البرنامج. انا بجد في سيده مره شافتني بالشارع قالت لي مش انت مذيعه الحيوانات كده، متضايقه كده، قلت لها انا مذيعه الحيوانات. بالظبط، انا عندي يقين، انا عندي يقين، ده يقيني ان باذن الله يوم القيامه في مخلوقات زي كده ممكن تكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يشفع لي ويغفر لي، لاني اتكلمت عن ارواح مش قادره تتكلم، بتصرخ وبتتقتل وبتتسم وبتضرب بالخرطوش ومش قادره تتكلم.
انا بس عايزه اقول لك عن كلبه مذبوحه. شوفي يعني هقول لك انتهاك ل ل ل للحيوانات لدرجه عامله ازاي. طب خليني اقول بقى قصه الكلبه المذبوحه دي، احنا معانا صورها في برضه عشان انا بحب احكي الخبر في صوره قصه الحقيقه. في مواطن فاضل كده بينزل الصبح قبل، ثواني يا شباب، ثواني يا شباب لو سمحتوا، بس انا عارفه اللونج ده معانا الصوره نازله على طول، ثواني. في مواطن بينزل الصبح يلاقي في كلبه نايمه فوق عربيته، فبيهشها كده او حاجه بتروح نازله جاريه بعيد. تاني يوم نزل لقى الكلبه دي نايمه فوق عربيته، كبوت العربيه، راح هشها نزلت بعيد. الراجل قال لك وانا كل يوم هتعب نفسي بقى، راح نازل في يوم ماسك الكلبه من راسها كده، هي افتكرت انه بيطبطب عليها، راح رافع راسها ودبحها ودبحها في الشارع قدام الناس عادي، بيس اوف كيك عادي جدا، دبحها وراح واخدها رميها راكب عربيته ورايح شغله. طب ده حضرتك تقول له ايه؟ النهارده وانا بقرا سوره الكهف في ايه، والله لما وصلت لها ربطت قوي عشان انا عارفه ان احنا النهارده هنتكلم في الموضوع ده، واللي ذبح كلبه وعلى فكره اللي ذبح كلبه ده حد مهم، حد تقيل يعني، يعني منصب مهم بالمناسبه، فالناس حتى في الشارع لما راحوا بتوع الرفقه بالحيوان يشوفوا قالوا لهم محدش عارف يعمل معاه حاجه ده فلان. في سوره الكهف في الايه 49 ربنا سبحانه وتعالى بيقول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صدق الله العظيم. يعني حضرتك فاكر إنك تأذي وتسم وتضرب برجلك وتسيب ابنك يقطع ديل كلب وتسيب ابنك يحرق قطة وتتضايق إن في كلبة بتنام على كبوت عربيتك تروح ماسك سكينة دبحها؟ لو فاكر حضرتك إن دي حاجة صغيرة فهي هتكون موجودة في كتابك يوم القيامة. تعالوا نشوف مع بعض كده الصور، قول لنا يا انجي الصور دي، وانا عارفه انه دي صوره الكلبه اللي اتذبحت، ذبحها الاستاذ المهم عشان بتقعد على عربيته بس، لا ما بتعملش اي حاجه ولا بتقرب من اي حد، بتنام فوق العربيه، مسكها ذبحها. قولي لي يا انجي الكلبه دي عرفتوا بيها ازاي البلاغ؟ وانا عارفه انها في اسما دلوقتي، جمعيه اسما معمونه خليل، صح؟ مظبوط مظبوط. هي الكلبه دي كان معمول بيها بوست او منشور على صفحات الميديا، تمام، ان يا جماعه الحقوا في كلبه مرميه في الشارع مذبوحه وفي حد ذبح. يعني ايه كلب؟ احنا توقعنا طبعا ان هي مش مذبوحه، احنا توقعنا نظام الحبل اللي بيبقى الاطفال اللي بتحطوا على رقبتهم وهم صغيرين وبعدين يطلقوهم فالكلب راسه تكبر ويتذبح. لما تم الكشف على الكلبه اكتشفوا ان فيها خرطوش، يعني الشخص ده حاول انه يضربها بالخرطوش وما فلحش انه يموتها، فقال لك اخلص واذبح كانها خروف. يعني ما هو ده اللي انا بقوله، انتهاك بكل المعاني. ما هو ليه يعني هقول لحضرتك على حاجه، العضوه اللي في البرلمان اللي اقترحت، انا مش عارفه الفكره دي ازاي يعني خطرت في بالها، تصدير كلاب مصر، مصر كلاب مصر تسافر لكوريا عشان يتم ذبحها وسلخها حية وتقطيع أطرافها وكل أنواع الانتهاك وكل أنواع التعذيب موجودة. مع العلم إن الحاجة الوحيدة اللي البلاد كلها كانت متفقة مع بعضهم ومعترضة عليها هو اللي بيحصل في كوريا، والأسلوب البشع والأسلوب اللي ما فيهوش أي أدمية ولا ديانة ولا أي حاجة في الدنيا قالت عليها، ياخدوا الكلاب ويعملوا فيها كده ونعمل احصائيات ونقول موافقين ولا رافضين. موافقين ولا رافضين على ايه يا جماعه؟ موافقين على ان احنا نقتل ارواح ابرياء؟ ازاي ازاي بنفكر ان انت ليك حق كانسان انك تقول مين يموت ومين يعيش؟ انت عارفه الفكره يا انجي ان لما اتقال لها سياده النائبه اللي بتتكلمي عليها دي قالت لك عشان نستغل الموارد الطبيعيه، موارد موارد الطبيعيه، خلونا نستغل الموارد الطبيعيه، فكره عبقريه الحقيقه. الفكره انه لما اتقال لها يا سياده النائبه حضرتك عارفه كوريا بيعملوا ايه في الكلاب؟ بيسلخوها بيحطوها في ميه مغليه وهي حيه، مش بيموتوها بعدين يحطوها يغلوها، لا بيسلخوها حيه. ليه؟ لانه ثبت علميا، وده في كوريا والصين بيعملوا كده برضو،
انه لما بتحطي الكلب او الحمار في ميه مغليه وهو عايش من الخوف والحراره والسلخ بيفرز هرمون بيدي طعم مسكر للحمه بتاعته، فهم بيعملوا كده. فتقال لها يا ست النائبه ده بيحصل كذا، قالت لهم واحنا مالنا، هم هياخدوها الذنب عليهم، هم احنا مالنا. فعلا فعلا، ما هو النائب بتاع نقيب الفلاحين الكلام شبيه لنفس الكلام. انا نفسي افهم ازاي يبقى نقيب الفلاحين وهو بيتكلم بلسان الفلاحين بالمنظر ده، الفلاحين اللي هي اصلا معروفه من زمان طبعا، كلبه ليسي وكلبه ليزا اللي على طول بتحفظ المكان من طبعا الثعالب والديبه، جاي تقول بالظبط بالكلمه يا استاذه منى قالها بالظبط كده. انا مالي ما يحرقوهم ولا يولعوا فيهم بجاز، دي كلاب ضاله، ما بقولش كلاب بيوت، نحن مالنا دول فيهم امراض. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لما تطلع على التلفزيون تبقى مدرك انت بتقول ايه وفاهم انت بتقول ايه، لان غيرك هيسمعك وهياخد منك المعلومه دي ويمشي وراها. يا نقيب الفلاحين انا بشكرك يا انجي، انجي طارق نائب رئيس الجمعيه المصريه للرفق بالحيوان، انا بشكرك جزيل الشكر. و زي ما دايما الحقيقه بختم كلامي في المواضيع المشابهه لزي كده والجرائم اللي احنا بنشير ليها وبعدين احنا لسه من شويه بنتكلم على انه مصر باذن الله هتستضيفه لاول مره مؤتمر التنوع البيولوجي، ده هو ده وقته، هو ده عز وقته ان احنا نفتح بقى موضوع ملف الهيئه العامه للخدمات البيطريه، هو ده وقته ان احنا نقول لحظه واحده تعالوا سم ايه اللي بتستوردوه وايه الاساليب الغريبه اللي بقالكم سنين بتستخدموها عشان تقضوا على مشاكل كلاب الشوارع دي اللي عمرها ما جابت نتيجه ولا هتجيب نتيجه لانها اساليب غير علميه. تعالوا هنا اقعدوا مع المجتمع المدني، المجتمع المدني ما بيقولش ان الدوله هتدفع ولا مليم ولا هتتكفل بحاجه، بس تفعل الماده 45 في الدستور اللي بتتكلم على حمايه الحيوان وتمنع الهيئه العامه للخدمات البيطريه انها تنزل الاطباء البيطريين اللي انا الحقيقه مش عارفه ازاي ابقى طبيب بيطري درست ما اعرفش كام سنه والكور بتاع دراستي ان انا احمي الحيوان واعالجه وادويه، اقوم انا اللي انزل احط له سم في حته اللحمه وهو جعان يجي عليا اروح راميها له وياكلها يتسمم ومواصرينه تتقطع ويموت. هو ده وقته واحنا بنتكلم على التنوع البيولوجي نفتح ملف الهيئه العامه للخدمات البيطريه، نشوف كده الطب البيطري مصمم بهذه الشراسه ليه انه يبقى ده الحل الوحيد مع ان تقدم له حلول تانية كتيره جدا اكثر علما واكثر منطقيه والحقيقه اكثر انسانيه بكتير جدا. اخر حاجه هقولها واللي دايما بقولها الحقيقه دي يمكن تاني او تالت او رابع مره اقولها لما بتكلم في هذا الملف، اني بناشد حتى كمواطنه مش كمذيعه او اعلاميه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له يا ريس ارجوك ملف الهيئه العامه للخدمات البيطريه افتحه، اطلب من مكتب حضرتك انه يجي لك الملف ده، شوف سم الاستراكنين اللي بتستورده، شوف الاطفال اللي بتبكي لما بتشوف مشاهد لكلاب في الشوارع ميته ومصارينها طالعه بره، الخرطوش اللي رجعنا تاني مع انه كان بعد ثوره يناير منعناه، الخرطوش اللي رجعوا تاني بيستخدموه دلوقتي وتلاقي اللي لابس الزي ده بتاع الحي ماسك الخرطوش وبيضرب الكلاب بيموتها، كل المشاهد دي مش مفروض تكون موجوده في شوارعنا. انا بوجه الرساله دي لانه احنا عارفين انه الرئيس يعني ربنا يبارك فيه واحنا عارفين ان هو متدين، متدين بجد مش زي ما بنقول كلنا متدينين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال انه يخاف انه ربنا سبحانه وتعالى يسأله عن جمل ربما كان ماشي في الصحراء اتكعبل، فربنا سبحانه وتعالى يسأله يقول له ويلك يا عمر لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ما بالنا بالمشاهد اللي بتحصل دلوقتي من الطب البيطري. عندي احساس او تمني او بقول يا رب انه نفتح الملف ده ونتعامل فيه بشكل ادمي وبشكل علمي وبشكل انساني. مش عايزه اتكلم على بره بيتكلموا علينا ازاي، مش عايزه اتكلم على مقالات حتى لسه اخرها كانت من يومين في ديلي ميل ومواقع تانية كتيره جدا ازاي بتتكلم على الجرائم اللي بترتكب في مصر ضد الحيوانات، مش ده الطريق ومش دي حاجه الصح اللي ممكن نعملها. والحقيقه انه الاهالي اللي بتخاف من الكلاب وتقول لك طب احنا حقنا برضو ما نمشيش وحوالينا كلاب، معاكوا حق، بس صدقونا والله العظيم اللي الطب البيطري بيعمله مش هو ده الصح، الصح ان احنا نعمل لهم عمليات تعقيم وبعد كام شهر بكتير سنه هتلاقوا ثلاث ارباع الاعداد دي مش موجوده في الشوارع لانه مش هيبقى في تكاثر بعد كده. وعمليات التعقيم دي لو هتقولوا انها مكلفه ولا الدوله، طب ما هي اولى تصرف على ايه؟ اولا الدوله مش هتتكلف حاجه، ثانيا
مجتمع المدني كله مستعد يشارك ويعمل، بس نبطل بقى القتل ونبطل السم، نبطل بقى عشان نقول مصر بتتغير بجد. يا رب يا رب أخبار جميلة يا رب تكون قريبة إن شاء الله بخصوص فتح ملف الهيئة العامة للخدمات البيطرية والطب البيطري.